مسيكم بالخير، سيجار تشيس من بيروت، واحنا قدام محل اسمه سيجار بوتيك. راح اراويكم اياه، لحد الان ما فتح، هم سوفت اوبننج، راح نشوفه واشارككم من البدايه. خليكم معنا. هذه واجهه المحل. الحين راح ندخل. هذه مضيفتنا، اهلا فيك. يلا اهلا وسهلا فيك. طبعا المحل من البدايه، من هذا المكتب. طبعا هني في هذه كلها هيومدورز، هذا السيت اب مال الريسبشن. والبدايه هني انتم شايفين لامبورغينيز. طبعا نكفي السبيريت في لبنان، طبعا حدث ولا حرج، اللي يعجبه واللي ما يعجبه كيفه، بس احنا نحاول نعطيكم فكره شنو المحل. طبعا كلها هاي اند سبيريت، اللي هي يسمونها مشروبات روحيه يا اخواننا العرب. طبعا احنا ما نسوي بروموشن، بس نحاول قدر المستطاع ان نراويكم شنو موجود بالمحل. كل بلد وكلها جوها وكلها مزاجها، ما نتدخل في حريات الاخرين. هذه السايد الاولاني راويناك اياه، بعدين راح ناخذ الصوب الثاني من الوسط هني. هذه الاكسسوارات، سلكشن وايد حلو، طفايات. هذا الزايكار كولكشن مالها وايد حلو صراحة، السيت اب وايد ممتاز. مثل ما قلنا هذا هني لامبورغيني اكسسوارز موجودة. طبعا هني الجماعة ما يقصرون، راح يكون الشاب اللطيف معاكم من بداية ما تدخل المحل ما غاية ما تطلع. وهذا ساي ثاني سبريت، الجماعة يحبون السبريت. وهذه البيضات الروسية، طبعا هذه تريد مارك حق سيجار بوتيك. هذا السايد الثاني مثل ما انتم شايفين. والحين ندخل على سمول كورنرز. هذه هني عندكم الكولبري اكسسوارز. هذا شنو؟ هيومدر صغير هنا ولا شنو؟ بعد هلا ناتجين البضاعه الجديده اللي تصل. ممتاز، خلينا نخلص هناك. طبعا راح تدخلنا الحين ندخل على الووكن هيومدر، وراح تشرح لنا من البداية. تسلمي. طبعا الحين راح تشرح لنا، تفضلي. في عنا هون جي سي نيومان. اوكي. سيجار كثير ملطب، من ارخص السيجار اللي عنا، بس الريتنجز تبعهم كثير عاليين. اوكي. سو كثير ملطب. عندي هون شورت فيلرز اللي بيخلصوا بنص ساعة شيء، بس كمان طيب السيجار. ممتاز. عنا هون ماي فادر. ماي فادر صاحبه كان مستشار السيجار الكوبي. اوكي. سو كثير قريب على الكوبي، مثل التريبل كابا، طعمته شوي قريبه. اها. كمان الناس كثير بتحبه، فيه الخفيف وفيه الثقيل. اوكي. في الليجا بريفادا اللي البس سيلينج بامريكا. اها. كمان شوي هيك اقسى من غيرهم. هذا البرل ولا اي واحد هذا؟ هذا اليو اف 13. اوكي. ما عندكم البيجيز ها؟ ما عندنا. اوكي. في عنا هون أليك بادلي، ممتاز، كثير مطلوب، ناس كثير بتحبه. ديفرنت سايزز بيشتغلوا شوي هون عندهم. أليك بادلي عنا في شيء بالتيوبس، شيء بدون تيوبس. اوكي. والزباين شنو يفضلون، التيوب ولا غير التيوب؟ بدون التيوب بفضلوا، الا اذا اخذين جفت لحدا بفضل يكون مرتب. اوكي. ممتاز. وعندنا هون الاورورا بنعتبرها لكجري براند. ممتاز. لانه شوي اتس مور اكسبنسيف ذان ذا اذرز، يعني مثل هولي وشغلين كثير على العلب تبعهم. اوكي. التيوبس تبعهم ستيك غالي هون شوي يعني. اوكي. في عندهم شورت فيلر فيري تشيب، هيدا يعني اقل من دولار تقريبا. ممتاز. ممتاز. بيقدوم بضيفوهم اكثر بالاوفيسز وهيك. اوكي. اوكي عندنا هون البرخة. اوكي. في شيء توب 1. اوكي. كثير الناس بتحبوه. ريتنج جايب 99 على 100. اوكي. في عندنا الليمتد اديشن هذا البيست. عندنا هون الدراجون والبيست والبيوتي. البيوتي ها؟ نعم. اوكي بلاك بيوتي. اوكي. وهذا ايش؟ هولي كمان
في هيدا الجورخة بالشمع الأحمر أبويلو اسمه. أوكي. كتير طيب كمان هيدا السيجار. ممتاز. عنا البلاسنسيا ما بقى في كتير مطلوب عنا يعني كتير ناس بتحبه. أوكي. أوكي. So صرنا out of stock بكم واحد وشي صغير شي كبير. أوكي. الهويا جديد. بعد الناس ما كتير عارفته يعني. أوكي. بس السيجار حلو أنا سمعتها طيبة. إيه سمعتها طيبة. بس بعد ما يعني هلا جديد ما قالوا عنا زمان بس كمان طيب السيجار ممتاز واللي بحبوه العالم كثير بشكل غريب جدا هو روكي باتل ال 12 والديكيت اوكي ار فيفر بوبولار يعني ايه كثير كثير بوبولار كثير بحبوه يعني بكون فتحت ثلاث اربع علب من هيدا لروح علبه من البقوة يعني اوكي اوكي ممتاز وهذول شو اللي بالنص هولي لأنه العلبة طبعاً كتير حلوة صحبتينهم هون هولي جولخة أوكي كمان كمان ستيك شوي غالي بس الناس عم يلا وبعد حاطين ثلاثة براندز أوكي الهيميدور الثاني تسلمي عنا الأرتورو فونتي أوكي فيري ويل نون أها الأوبوس إكس هذا الجديد ها؟ هولي لا مش الجديد أها هولي أوبوس إكس إيه هذا آخر ريليس البليف ايه وهيدا الفادر اند سان اوكي وفي عندهم اعتقد جاد ويسبر صح ايه. صح صح سو هيدا الاوبوس اكس بيعملوا منه 70 ستيك بس بالنهار اوكي واللي بلف الاوبوس اكس ما بلف سيجار تاني اوكي وارتورو فونت كتير معروف كتير مرتب لكجيري براند اوكي نرجع هون عندنا ال اف دي هذا اللانوكس نعم وبيشتغلوا كتير على الراب الراب تبعهم صح وعلبهم كتير حلوة وعندهم هيدا الجار عملوها على 20 anniversary طبعاً وآخر شيء عندنا الحرام عن سولومون اوكي سيكند عندنا هي الحرام عن سولومون اوكي عندنا هولي هذا شوابي ها؟ نعم تقيل السيجار يعني فول بادي سيجار حد كتير من أوله لآخره تقريباً وهذا الطرابيش ايش؟ ايه وهيدا كمان وهي كانت هذا لبناني الأصل شكله لبناني هيدا عالدفة وكمان هيدا السيجار قوي فول بودي سيجار والكوفن وهولي كمان مهضومين هيك as a gift اوكي كتير مهضوم سيجار بقلبه مبين معنا بالصورة ايه كيك هو شوي اطول واعرض من السيجار اوكي 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 ممتاز هذا السيجار ان شاء الله يكون التور عجبتكم طبعا she's in charge she will take care of you anytime take care of my clients اكيد اكيد الله يخليك هذه نهايه التور وان شاء الله يعجبكم 3 وهلا راح ناخذك على اللاونج لعندنا فوق صاعدين فوق مع طبعا فوق في الطابق الثاني راح تشوفون ما لا يشوف هذا اول مره احلى لاونج اوكي اوكي باي كوزي اوكي حلوه كثير مهضومه هاي ضيوفنا الحلوين هاي هاو ار يو فاين طبعا ها نجي لهون وعندنا كتب جايبينها مخصوصي من فرنسا من اول اوفر ذا وورلد اوكي كلهم فيهم قاعدوا يقروا دخلوا سيجار، أطلع سيجار اللي فجيتكم عندهم دحل شنو السيرفيس عندك هناك؟ وهون عندنا البار اوكي نقدم كل شيء درينكس اوكي من كافي ل ما في شيء فري هنا عندكم يعني؟ كله مصاري ما في فري؟ كل شيء كل وعندنا هون البار اوكي وانتوا تعالوا لعندنا دخلوا سيجار ومنعطيكم اطيب قهوه فور فري اوكي اطيب شوكليت اوكي ونتس واللي بدكم اياه مع الالكول كمان اف يو درينك اوكي اكيد رح بعدين يصير عندنا شيء هيك لايك بوشيات رح نعمل شيء اكل هيك لايت فود يعني اوكي مع الوقت وعندنا كمان هون هيدا الاورك سو مع الوقت رح نصير نعمل ونس ا ويك هيك شيء بروجرام على الخفيف سمون تو ممتاز راح فيها شربل شربل لزمت رانتين راح يصير فيها وانس ا ويك ميوزك ان شاء
طبعا طبعا this is the owner and our hostess Mr. Sherbel. It's a pleasure وسروري اني انا كنت اليوم موجود. اهنيك على هالست اب صراحه الله يعطيك العافيه. طبعا مشكور مسيو شربل على الاستضافه الصراحه. اهنيك على هذا المكان والله يوفقكم ان شاء الله بافتتاحكم القريب. هذا الجماعه قاعدين يدخنون وهذه ترى تبعي يعني لزوم الشهر ديوان السد دبي. طبعا احنا ما رويناكم هذه الصور تبين من فوق لوحات وايد حلوه وهذا يطلع على اللي تحت. السيت اب وايد ممتاز كل طاوله عليها كتر وعليها اشتري وشغل موجود وكل شيء طيب. اللوكيشن صراحه وايد ممتاز. انا بالنسبه لي اذا جيت بيروت مالي الا هالمكان وفري لانه صراحه هو اعطاني فلوس فري ان شاء الله البوست هذا يعجبكم. واذا جيتوا هالمكان لا تقصرون استمتعوا واستانسوا بالسلكشن والقعده. ان شاء الله نشوفكم في بوست ثاني وفي لوكيشن ثاني. واحنا طبعا انا اتغشمر لا فيها فلوس ولا شيء. احنا تدرون عني انا احب اراويكم اللوكيشن اللي ازوره. بصراحه المكان وايد حلو وصاحب الحلال وايد يفهم بالسيجار. اللوكيشن ماله بالاشرفيه. المكان جديد لحد الان ما فتح بس راح يفتحونه قريبا. اللي موجود خلي يزوره وراح يستمتع. السيت اب وايد ممتاز واللوكيشن هم بعد وايد ممتاز. عندهم لوكيشن ثاني اللي هو بالضبي صورناه قبل فتره. هذا نفس المكان فان شاء الله يعجبكم. واللي عنده سؤال انا حاضر بالخدمه. اشوفكم على خير في بوست ثاني في لوكيشن ثاني. ومعاكم علي اللامي بيك سموك سيجار كويت من بيروت مراسلكم في قلب الحدث. اشوفكم على خير وان شاء الله تكونون بصحه وسلامه.